مشاهدي ميديا تي في، اهلا بكم في هذه التغطية المتواصلة لفعاليات النسخة 47 لجائزة الحسنة الثانية والنسخة 26 لمنافسات كأس للمريم من هنا من مسالك دار السلام بالعاصمة الرباط. اليوم سعيد أن يكون حاضرا معنا في بلاتو ميديا تي في أحد نجوم جائزة الحسن الثانية عبر التاريخ الإسباني سانتياغو لونا. سانتياغو أهلا سانتياغو لونا. أهلا أهلا بكم مجددا في المغرب ومرحبا بكم على قناة ميديان تيفي. شكرا جزيلا، سعداء بتواجدكم معنا في هذا الفضاء الرائع. إنه لمن دواعي سروري كذلك. بالنسبة لأولئك الذين لا معرفة مسبقة لهم بمساركم، أنتم من أشهر الأسماء في رياضة الجولف هنا بالمغرب، حيث فزتم بجائزة الحسن الثاني للجولف 3 مرات. ما هو شعوركم إذن بالعودة مجددا إلى هذه المسابقة؟ حسنا، دعني أخبرك، تربطني علاقة جيدة مع المغرب. لقد جئت إلى هنا منذ سنوات عديدة وأنا محظوظ لأنني فزت على مسالك الجولف هذه 3 مرات، وظل كذلك الأمر رائعا في حياتي. أحب هذا البلد وهذه المسالك، وأحب أيضا هذا الكأس لأنه مميز جدا بالنسبة لي. بالعودة إلى ألقابك الثلاثة خلال سنوات 1998 و2002 و2003، أي من هذه الألقاب الأقرب إلى قلبك؟ حسنا، من المحتمل أن يكون اللقب الأول هو الأصعب، حيث لم تكن فرص الفوز قائمة بالنسبة لي. خلال اللقب الأول شعرت بانجذاب تجاه مسالك الجولف هذه، وأتذكر أنه عندما فزت بلقبي الثالث توفرت لي فرص الفوز للمرة الرابعة. لطالما قلت إنه يمكنني اللعب في هذه المسالك بعيون مغلقة، من المهم جدا تحقيق انتصارات في مسالك الجولف. يجب أولا الشعور بالرضا ورؤية الخطوط وأن تكون لطيفا جدا مع المسالك. باكتشافكم لهذه المسالك خلال هذه الدورة، ما الذي تغير حقا بين دورة 2003 على سبيل المثال ودورة هذا العام؟ الفرق الأبرز أنني تقدمت في السن، حيث أصبحت أبلغ من العمر 60 عاما، كما أن هذه المسالك أصبحت أطول وربما المزيد من الأشجار. عفوا، عرف المسار المزيد من الأشجار؟ It was a really fantastic design, and then you improve things when you have big tournament that they have in. أجل، لقد أضافوا مزيدا من الأشجار. لقد ظلت مسالك الجولف هذه تتميز بتصميم رائع منذ البداية، ثم تم تحسينها أكثر فأكثر على إثر تنظيم بطولة المغرب للجولف التي تضم لاعبين رائعين. أرى أن التحدي الأكبر في رياضة الجولف يتجلى في توخي الحذر واللعب بالكثير من الصبر. كيف تختلف ممارسة رياضة الجولف في المغرب عن باقي دول العالم؟ أنتم على علم جيد بمسالك الجولف الموجودة هنا في المملكة المغربية، حدثنا عن هذا الاختلاف. حسنا، يتفرد المغرب بمسالك جولف رائعة. نحن محظوظون لأننا تواجدنا هنا منذ سنوات عديدة في إطار بطولة المغرب للجولف، ونعرف الكثير عن جودة مسالك الجولف هذه، وهو أمر جيد لهذا البلد لأنه سيمكن من جلب الكثير من السياح لهنا للاستمتاع بهذه المسالك الرائعة. أنتم على علم جيد برياضة الجولف هنا في المغرب، كيف ترون مستقبل ممارسة هذه اللعبة هنا في المملكة؟ أعتقد أن المغرب يتحسن كثيرا في هذا البعد، حيث أرى المزيد من الاهتمام لدى الناس والأطفال برياضة الجولف، وأعتقد أنها رياضة واعدة في هذا البلد. فيما يتعلق بالمنافسين في هذه الدورة، من برأيكم يمكنه الفوز هنا في الرباط؟ في حالتي؟ أتحدث عن أبرز منافسك. عفوا، من هم أبرز منافسك هنا في الرباط؟ حسنا، أنا أحاول قبل كل شيء الاستمتاع قدر الإمكان والشعور بنفس الحماس. تعلمون أن الأمر يتعلق ببطولة كبرى وهناك أسماء وازنة، من الصعب جدا الفوز. ما يميزني عن الآخرين أنني سبق لي وأن فزت هنا 3 مرات، هذا كل شيء. بالإضافة إلى رياضة الجولف، أنتم على معرفة جيدة بكرة القدم. أفترض أنكم شاهدتم مباراة بين المغرب وإسبانيا إبان كأس العالم الأخيرة. ما رأيكم في أداء المغرب بالوصول إلى نصف النهائي؟
المغرب يتحسن كثيرا في جميع الرياضات، وأنا سعيد حقا لهذا البلد لأن قلبي نصفه إسباني ونصفه مغربي. أنا سعيد من أجلكم وأتمنى لكم كل التوفيق مستقبلا في جميع الرياضات. هل لديكم كلمة أخيرة لجمهوركم هنا في المغرب؟ Wow, thank you very much for his love to me. شكرا جزيلا لكم على هذا الحب لي، هذا مهم جدا حيث أشعر بالمتعة وروعة هذا البلد. شكرا جزيلا على كل شيء. Thank you so much for everything. Thank you, Santiago Luna. It was a privilege. شكرا سانتياغو لونا، لقد كان من دواعي الشرف تواجدكم معنا هنا على قناة ميديا ان تي في المغربية. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا. وشكرا لكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة. الموعد يتجدد بإذن الله يوم غد على نفس القناة وفي نفس التوقيت. لكم من أجمل تحية وإلى اللقاء. شكرا.